كما تشوفوا هذا الحفل الاختتام ديال تظاهره للالعاب الاولمبيه لتقصيات الالعاب الاولمبيه للشباب لافريقيا واوروبا، كانت اليوم بواحد المفاجاه كبيره، لان كانت مفاجاه ديال مغربي هو اللي غادي يمثل افريقيا، ومغربيه واخا ما مثلتش افريقيا جات في المرتبه الثالثه، وحنا ما كناش تنتظروا لان الاوروبيين جاوا بقوه، وكاينين لي زيكيب ديال فرنسا وديال بلدان اخرين عندهم واحد التمرين وعندهم واحد زعما القوه بزاف باش يمكنهم يربحوا. ودايوغ في سميتو كاين واحد من سلوفانيا هو اللي ربح، والبنت الطاليانيه من ايطاليا هي اللي ربحات، وغادي يمشيو في اوروبا جوج، واحد اللي من سلوفانيا والبنت اللي من ايطاليا، وغادي يمشي ايغالمون من المغرب الولد اللي ربح وجوناس، والبنت اللي من افريقيا ديال الجنوب. حنايا اشنو تبين من هادشي كلشي؟ تبين بان الرياضه عندها واحد المستقبل كبير، عندها مستقبل حتى بلادنا، لان عندنا بزاف ديال الشباب اللي تيساهموا هاد الرياضه ويمكن لهم يوصلوا كبير للالعاب الاولمبيه، لان دابا كاين بوينوس ايرس، ولكن هنا عامين اللي غادي يكونوا الالعاب الاولمبيه ديال باريس غيمكن تكون مشاركه حتى في باريس. وحنايا زيد سعداء لان اليوم هاد التظاهره وصلت عاوتاني الدخله لواحد الاشعاع كبير، وعطات لها عاوتاني عاوتاني اكثر واكثر من المزيد، لا من ناحيه رياضيه ولا من ناحيه سياحيه. واللي تنطلبوا وتنتمنوا ان شاء الله هو يكون واحد التكوين، ويكون واحد مع الوزاره الشباب مع لا فيديراسيون يمكننا نزيدوا عاوتاني مغاربه اكثر واكثر. سيد الرصافي اختصاصي في الرياضات البحريه وخصوصا الالواح الشراعيه والكايت سيرف. بالنسبه للاقصائيات ديال الالعاب الاولمبيه لاول مره كان اورغانيزيوها في هنايا في الداخل مع الجامعه الملكيه للزوارق الشراعيه، والحمد لله عطات زعما وجدنا لها مزيان، والحمد لله زعما كانت عندنا البصفة بالنسبه للفتيات الرصافي اسيا اللي كانت المرتبه الثالثه، وبالنسبه للدراري كان يونس وحميد اللي هو واحد زعما اللي كيجي بزاف للداخل باش يتريني لها في هاليو فوقا، وزعما كانت المنافسه شويه قويه مع جنوب افريقيا، عندهم النيفو شويه طالع، ولكن الحمد لله يونس دار المجهود ديالو ودار تقريبا في الهيت في المسابقات كم تقريبا اللي داز كان تقريبا كيت كلاس هو الاول، من غير الا كان عنده شي مشكل صغير في الماتيريال ولا شي حاجه، ولكن دوز هذه المشاركه زعما الحمد لله مزيان. Came first in this competition to qualify Morocco for the Youth Olympic Games in Buenos Aires, and we had really good conditions here in Dakhla. I will train a lot for the Youth Olympic Games in Buenos Aires. We are planning to do some trainings with the Royal Moroccan Federation, and yeah, we will see. Even if it's not my my discipline, I'm gonna try to give my best in the Youth Olympic Games. I'm Sofia Tomazzoni. I'm 15 years old, and I'm from Italy. I'm here for the qualification to the Youth Olympic Games, and I got the first place. I'm really happy we got to compete here in Dakhla because I love this spot. It's one of my favorite ones, and it's I think it's the best one in the world. It was super windy, and all the girls were strong, but I managed to get the first place and qualify my country. I'm the happiest I've ever been. Yeah, the competition was super nice for me. We had good conditions the last days. We had wind from the south. It was pretty hard to do it because we always have to change the kites, but yeah, we did it, and let's see what the next two races will happen. And yeah, Mohamed Ben Khala, مشارك مغربي اللي كيشارك في كاليفيكاسيون ديال بوينس ايرس 2018 اللي دارت في الداخله. كانت عندنا حظوظ جميله حيت المغرب مكلاسي هو الاول في لافريك، وكانت المنافسه شويه صعيبه، كانوا شويه ديال كاين الريح بزاف،
هذا السبب اللي يخليك شويه كيخلي المنافسه شويه صعيبه، كيريح بزاف. كانت المنافسه صعيبه حيت كان عندنا خصم اللي قوي هو جنوب فرح ديال جنوب افريقيا، واخا هكاك قدينا نجيو في المرتبه الاولى. والسبوت ديال الداخله سبوت زوين حيت الناس كاملين الانترناسيونال كيجيو هنايا كيديروا الكايت، كيبغيو يديروا الكايت حيت هنا كاين الريح بزاف على مدار العام كامل. Okay, Sophia. I'm really happy about this place, and I have the chance to qualify my country for the Youth Olympic Games. It was really tough, but you girls. Thank you. European girls. All right, take your pictures. Representing South Africa, would you have to help me with your name? How was it? Slovenia for the Youth of the Games, Tony Bodice. Okay, Tony, I'm not sure if I should give you the microphone. Les représentants de l'autorité locale, les jeunes participants, monsieur le directeur, monsieur le président, sont devenus aujourd'hui une étape importante pour la qualification des. Thank you everyone. Shukran Morocco, shukran d'avoir attitude. See you in China. Have a great evening. Good night everyone. Thank you.